أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. قال أمير الموحدين عليه وعلى أخيه الرسول الأمين الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله فقد قرنه، فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 13، أسطورة 13، يوسف رأى الكواكب لا غير فافهم يا تيمية. قلنا الكلام في خطوات، وهنا خطوات، وكانت الخطوة الأولى في توجيه السؤال للجميع، ما هو معنى قول شخص رأيت كواكب؟ وقلنا الجواب واضح، فإنه رأى كواكب ولم يرى غير الكواكب. في نفس الخطوة قلنا أيضا نوجه السؤال الآخر، وهو رأيت ربي، فهل رأى هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام، هل رأى ربه أو لم يرى ربه، أو رأى غير ربه؟ فنقول بالتأكيد الجواب واضح، وهو أنه قد رأى ربه. الخطوة الثانية سؤال عن قول يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا، فماذا رأى هنا؟ ماذا رأى يوسف؟ نقول إنه رأى الكواكب والشمس والقمر لا غير. وفي الخطوة الثالثة أيضا طرحنا سؤالا آخر، وعلى الرواية المدعاة المزعومة رؤيا الرب، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسب الزعم والمدعى قال رأيت ربي، فهل رأى ربه أو رأى غير ربه؟ والجواب واضح و بسيط وبديهي أنه رأى ربه. والخطوة الرابعة كانت أيضا في سؤال آخر، قلنا لو رأى أحدكم صديقه في المنام فكيف يعرف أن هذا هو صديق، أن هذا هو صديقه؟ طبعا قلنا إما لوجود المطابقة التامة والمماثلة التامة، أو لوجود جهات تماثل وتشابه تشير إلى الصديق الفلاني دون غيره كما بينا في الأمثلة سابقا. فهنا نقول لما يقول شخص يقول النبي كما يزعمون أنه رأى ربه جعدا شابا أمرد قطاط، فماذا رأى؟ رأى ربه وانتهى الأمر. الآن السؤال مثل سؤال الصديق، كيف عرف أن هذا صديقه؟ قلنا إما للمطابقة التامة أو لجهات تطابق وتماثل. الآن أقول كيف عرف الرسول أن هذا هو ربه؟ إما للتطابق والتماثل التام بين ما رآه وبين ما هو حقيقة الرب وشكل الرب وصفات الرب وصورة الرب الحقيقية، أو لوجود جهات تشابه تشير إلى الرب دون غيره، تشير إلى هذا الرب دون باقي الأرباب. إذن الحديث يقول بأن الرسول قال، عندما أقول الرسول لا أتي بالصلوات لأني لا أعتقد ولا أصدق بأن هذه الرواية قد أتت وقد صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا رسولهم هو الذي رأى الشاب الأمرد القطط. إذن الآن نقول رأى ربه، إذن يوجد تطابق تام مماثلة تامة تشابه تام، أو يوجد تطابق تماثل تشابه في بعض الصفات دون الصفات الأخرى. فعلى التطابق التام فهم من المشبهة والمجسمة
بخط ونخلة وفسفارة، تجسيم أصلي وتشبيه أصلي محض. وعلى القول بالتشابه والتطابق والتماثل في بعض الصفات فهو أيضا تشبيه وتجسيم، وطبعا يكون أقل من التشبيه والتجسيم الذي أشرنا إليه قبل قليل. طبعا هو تجسيم وتشبيه. إذن هم شاهدوا الرب الشاب الأمرد القطط الجعد في روضة خضراء عليه نعلان عليه حلة من لؤلؤ وإلى غيرها من أمور وإدعاءات باطلة. الخطوة السادسة فيها أليف وباء وجيم ودال. أقول أليف، يوسف عليه السلام لم يقل رأيت إخوتي بصورة الكواكب، ولم يقل رأيت أمي وأبي بصورة الشمس والقمر. ماذا قال؟ قال رأيت الكواكب ورأيت الشمس والقمر. إذن ماذا رأى؟ رأى الكواكب ورأى الشمس والقمر، رأى صورة الكواكب وصورة الشمس والقمر. هل رأى صورة الأب أو صورة الأم أو صور الأخوة؟ لا، نقول رأى الكواكب ورأى الشمس والقمر، وهو فعلا قد رآها. والذي يقول رأيت ربي شاب قطط، رأيت ربي شابا قططا جعدا، ماذا رأى؟ هل رأى الكواكب أو رأى أخوة يوسف أو رأى أم وأب يوسف؟ إنه رأى ربه جعدا قططا شابا أمرد. إذن أقول أليف، يوسف عليه السلام لم يقل رأيت إخوتي بصورة الكواكب، ولم يقل رأيت أمي وأبي بصورة الشمس والقمر، بل قال رأيت الكواكب ورأيت الشمس والقمر، وهو فعلا قد رآها. ولو شاء الله وقدرك أن تسأل يوسف عليه السلام الآن أو في يوم القيامة عما رآه، فسيكون جوابه ولو شاء الله وقدرك أن تسأل يوسف عليه السلام الآن أو في يوم القيامة عما رآه، فسيكون جوابه نفسه، أنه رأى الكواكب والشمس والقمر. ولأن الرؤيا لم تصدق أو لم تصدق، لم تصدق بما هي في الخارج، فلم تسجد الكواكب والشمس والقمر فعلا ليوسف عليه السلام. ولأن الرؤيا لم تصدق بما هي في الخارج، ولأن الرؤيا لم تصدق أو لم تصدق، لم تصدق بما هي في الخارج، فلم تسجد الكواكب والشمس والقمر فعلا ليوسف في الخارج، فإنه جاءت الحاجة إلى تأويل الرؤيا. وأيضا كي لا أنسى، أيضا لنلتفت إلى هذا، لنلتفت إلى أن هذه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وحكاها لأبيه متى حصلت؟ كان طفلا فحكى لأبيه الرؤيا. فقط هذه إشارة حتى يأتي في الذهن، أنه عندما يطرح هل أن يوسف عليه السلام طرح هذه الرؤيا لأبيه حتى يفهم تأويل الرؤيا، أو هو كان أصلا يعرف تأويل الرؤيا؟ يعني هل عندما كان في عمر الطفولة، عندما كان طفلا، هل كان يجهل تأويل الرؤيا فاحتاج إلى سرد الرؤيا وحكاية الرؤيا لأبيه حتى يعلم ما هو تأويل الرؤيا، أو مجرد أخبر أباه للإخبار وللعلم بالشيء؟ لأننا كما نعلم بأن يوسف عليه السلام هو الذي أول ما رآه الآخرون في النوم. فيأتي الكلام متى تحققت نبوة يوسف عليه السلام، متى نزل الوحي على يوسف عليه السلام، متى تعلم يوسف التأويل؟ هذا له كلام وله بحث، وربما ستأتي الإشارة إلى هذا الأمر خلال البحث وخلال البحوث. هذه أليف في الخطوة السادسة. باء، أقول بينما الحديث المزعوم
يدعي أن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت ربي جعدا أمرد، ورأيت ربي بصورة شاب أمرد، وهو فعلا قد رأى ربه شابا أمرد وفرة جعد قطط كما رأى يوسف الكواكب والشمس والقمر فعلا. ولو قدر لك أن تسأل ذلك الرسول اليوم أو يوم القيامة عما رآه، فإن الجواب واحد، وهو أنه رأى ربه شابا جعدا، أنه رأى ربه جعدا شابا أمرد. جيم. والآن ليأتي شيخ التيمية ويقول لنا ما هو تأويل رؤيا الرب في المنام، وما تأويلها لو رأى حسب مستويات إيمانه، وما تأويلها لو رأى الرائي حسب مستويات إيمانه، فرأى الرب أعور أو أخرس أو رأاه أصلع أو أملط أو أعرج أو أعذب، وما هو تأويله للرؤيا لو رأى ربه بقرة أو فأرة أو شجرة أو عربة أو مطرقة أو ورقة أو مكنسة يدوية أو كهربائية، وما تأويله لو رأى في ملعب أو في سوق أو مستشفى أو مدرسة، وماذا سيكون تأويل شيخنا ابن تيمية لرؤيا الرب في حانات شرب الخمور والملاهي وعمل المنكرات، فيما لو رآه شخص حسب مستويات الإيمان وحسب مستويات الفسق، حسب مستويات الإيمان وحسب مستويات النفاق والكفر، حسب مستويات الاستقامة وحسب مستويات الانحراف. هو الذي قال ابن تيمية قال هذا. أقول فماذا سيكون تأويل شيخنا ابن تيمية لرؤيا الرب في حانات شرب الخمور والملاهي وعمل المنكرات، وما هو تأويله لو رأى ربه وهو يرتدي الحزام الناسف أو يركب المفخخة ففجرها في الأبرياء في سوق أو ملعب أو جامع أو حسينية أو تكية أو حضرة صوفية، فما هو تأويل ذلك؟ فليتفضل علينا التيمية بالأجوبة، وأستغفر الله وأتوب إليه، وسبحان الله عما يقول الجهال الحشوية المشبهة المجسمة. دال. لا جواب عندهم أبدا، وعليه يتضح أن رؤيا الرب لا تحتاج إلى تأويل، فهو قال رأيت ربي فقد رأى ربه فعلا ولا تأويل لها. نعم لو لم يقل رأيت ربي، بل قال رأيت شابا أمرد، يقول أنا الرب أو بهيئة أنه خالق، رآه بهيئة أنه خالق ومالك أو يتصرف على أنه رب، لأمكن الكلام عن تأويل الرؤيا. إذن أقول نعم لو لم يقل رأيت ربي، لا، وإنما قال رأيت شابا. لاحظوا يوجد فرق بين رأيت ربي ورأيت شابا، رأيت صورة ربي ورأيت صورة شاب، لاحظوا يوجد فرق هنا. رأيت كوكبان فالكوكب ينصرف إلى أخ يوسف، رأيت شمسان تنصرف إلى أحد أبوي يوسف، وهكذا. الآن أقول لو لم يقل رأيت ربي وإنما قال رأيت شابا أمرد يقول أنا الرب، أو رأيت شابا بهيئة أنه خالق ومالك، أو رأيت شابا يتصرف على أنه الرب، لا يمكن الكلام عن تأويل الرؤيا، ولتوقعنا أن يصدر تأويل من البعض أنه قد رأى ربه، فتكون رؤيا الشاب الأمرد بهيئة كذا في المنام تؤول إلى أنها رؤيا الرب في الخارج مثلا، فيرى ربه في الخارج كما أولت الكواكب إلى أخوة يوسف عليه السلام. وتعالى الله وتقدس عما يقول المشبهة المجسمة جماعة الرب الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط. خطوة سابعة أيضا فيها ألف وباء وجيم ودال.
أقول اقرأ ماذا رأى يوسف عليه السلام. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لاحظ رأيتهم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته. لاحظ هذا النص الشريف، هذا المقطع القرآني ممكن أن يستفاد منه بأن يوسف عليه السلام كان يعرف التأويل، قد اشتباه الله سبحانه وتعالى وعلمه التأويل، فهو حكى الرؤيا لأبيه مع تأويل الرؤيا، هذا ما أشرنا إليه قبل قليل. فهذا النص ممكن أن يستفاد منه بأن يوسف عليه السلام لم يكن في مقام الإخبار عن الرؤيا لمعرفة تأويل الرؤيا، وإنما هو أخبر الرؤيا وتأويل الرؤيا لأبيه. بل بعض المفسرين، سيأتي الكلام بأن رؤيا الأنبياء عبارة عن وحي وتكون مصدقة وصادقة ومطابقة للواقع، فالبعض ماذا قال؟ قال أن يوسف عليه السلام فعلا رأى إخوته وأمه وأباه، فعلا قالوا بأن يوسف فعلا قد رأى إخوته وأبويه، لكن وصف الأخوة بالكواكب ووصف الأبوين بالشمس والقمر لصفة أضيفت إلى صورهم إلى هيئاتهم في الرؤيا، فوصفهم بهذا الوصف، نوع من النورانية، نوع من الإيمان، نوع من التقوى، نوع من الرقي، الله العالم. هذا قول لبعض المفسرين. إذن قال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين. في سورة يوسف، هذا أليف، الخطوة السابعة قلنا أليف باء. وأقرأ تأويل رؤيا يوسف. نرجع إلى أليف، قلنا رأى، ماذا رأى؟ ليس لنا علاقة بما قاله بعض المفسرين. الآن نقول يوسف رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. الآن نقول باء، وقرأ تأويل رؤيا يوسف عليه السلام. ماذا قال؟ قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. التفت جيداً، هذا هو تأويل الرؤيا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. لاحظ هذه مرة ثانية يكرر عنوان ومعنى تأويل الأحاديث. هناك قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. هنا أيضا قال في آخر السورة، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. جيم
ثم اقرأ زعمهم ماذا رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط، رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء دال. لكنك لا تقرأ تأويل رؤيا الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم للشاب الأمرد فطالبهم بالتأويل، طبعا للشاب الأمرد مع وجود نقاط كل ما ذكر في الروايات وما ذكرناها أيضا نحن من أسئلة واستفهامات لمحتملات الرؤيا، فطالبهم بالتأويل. خطوة ثامنة فيها ألف وباء وجيم ودال وألف وباء وجيم ودال. نعم، خطوة ثامنة ألف، اقرأ رؤيا صاحبي السجن. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لاحظ، ذكر الرؤيا، يوسف يؤكد على معرفته بالتأويل ويؤكد على أحقية ما يدعو إليه من التوحيد والإيمان بالله. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. التفت أيضا شيء بشيء يذكر، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله متى؟ قبل أن يأتيكما. بالله عليكم، كم من المسلمين من الشيعة من السنة من الصوفية من المعتزلة من الأشاعرة قد قتل بعنوان يدعي الغيب، يدعي الإلوهية، وثني، ساحر. لماذا؟ لأنه يخبر بشيء عنده قرائن، عنده روايات، عنده آيات ونصوص شرعية قرآنية أو نبوية، عنده عقل ويحلل ويقارن بين مقدمات الأمور فيتوقع ما يحصل، عنده رؤيا، عنده ظنون مؤمن فيتوقع شيئا. كم من هؤلاء قتل، كم من هؤلاء ذبح، كم من هؤلاء قد فجر به وبعياله وبجيرانه وبناسه وبضيوفه. كم من هؤلاء، ما هي الدعوة؟ يقولون يعلم الغيب، يعلم الغيب. عندما تأتي برواية عن أهل البيت سلام الله عليهم، رواية عن صحابة أهل البيت سلام الله عليهم، تأتي برواية تتحدث عن إخبار علي سلام الله على علي، عن إخبار أحد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، عن إخبار أحد الأولياء الصالحين من المسلمين من السنة من الأشاعرة من المعتزلة من الصوفية، يخبر بشيء، ما هي التهمة؟ ارجعوا وتذكروا واسألوا واقرأوا، ما هي التهمة؟ التهمة جاهزة، التكفير، الارتداد. يقول يعلم الغيب، يعبد الإمام علي، يعبد علي، يعبد الحسين، يعبد الزهراء، يعبد النبي، يعبد أبا حنيفة، يعبد عبد القادر، يعبد الرفاعي، يعبد هذا الولي أو ذاك الولي أو هذا الشخص أو ذاك الشخص، فيقتل بهذا العنوان. لاحظ، هذه من تطبيقات أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز تراقيهم، مجرد لقلقة لسان، كلام فارغ لا يوجد عقل ولا يدخل إلى القلب، قلوب الذئاب. لاحظ القرآن ماذا يقول؟ يتحدث عن علم يوسف وإخبار يوسف بأمور ستحصل مستقبلا. إذا كان هذا علم الغيب فالقرآن قد أقر علم الغيب ليوسف عليه السلام، لكن لا أحد يقول علم الغيب، لكن كل إنسان يقول بعلم تعلمته، من علم حصل لي، من مقدمات حصلت لي، وكل العلم وكل المقدمات وكل ما عند الإنسان يرجع إلى الله، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
إذن هو مما علمني ربي كما قال يوسف عليه السلام، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يعني لو حكيت معهم بهذا وتأتي بشاهد القرآن هنا، هل يقبل المارقة؟ طبعا لا يقبلون هم. هل لاحظ هذه من ضمن النقاط التي ستناقش إن شاء الله عند مناقشة الرواية إذا قدر الله سبحانه وتعالى؟ لاحظ ما هي مواصفات المارقة؟ مواصفات المارقة الآن عندما تأتي بهذا النص هل يقبل منك؟ لا يقبل، وهذا نص قرآني. عندما النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعترض عليه إمام المارقة قال له أعدل، وأراد الخليفة الثاني أن يقتل إمام المارقة. الآن لما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم هل اهتدى؟ هل رجع عن ضلالته؟ لم يرجع. وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما حاجج المارقة ذهب الأمير بنفسه وأرسل قبله أكثر من صحابي وتحدث معهم، أئمة المارقة هل رجعوا إلى صوابهم، إلى رجدهم؟ هل تركوا ضلالتهم؟ لم يتركوا. هذا أليف، الخطوة الثامنة أليف. قلنا رؤيا صاحبي السجن. باء، ثم اقرأ ما هو تأويل يوسف عليه السلام للرؤيا. قال تعالى يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن أتى بتأويل هذه الرؤيا وبتأويل هذه الرؤيا، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. طبعا أقسم بأنهم لو أتى يوسف بين يديهم لقتل يوسف عليه السلام على هذا الكلام عندما قال له اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، لقتل يوسف عليه السلام على هذا. لأن نفس المعنى الآن يقول هل تعبد القبور؟ يقول لا أعبد القبور، أنا أزور القبور بناء على ما ورد من رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارة القبور على أقل شيء. هذه الرواية التي تقول والتي تفيد بمعنى أنه قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أليس هذا بنص شرعي؟ أليس هذه برواية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكل من يزور القبور، كل من يزور القبور من السنة والشيعة هل يعبد القبور؟ اسألهم. إذن زيارة القبور أين؟ ويقول اذكرني عند ربك أين؟ فهل يترك يوسف عليه السلام؟ سيقطع رأس يوسف مرة ومرات ومئات المرات. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنسأه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. جيم، وقرأ رؤيا النبي صلى الله عليه وآله المزعومة، رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط، رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء إلى آخرها. دال، لكنك لا تجد أي تأويل لذلك ولكل رؤى الرب المتصورة وحسب مستويات إيمان الناس ومن كل الملل والأديان، فطالبهم بالتأويل واثبت عجزهم وبطلانهم وجهلهم. خطوة تاسعة، اقرأ رؤيا الملك. قال تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات
لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. باء واقرأ أيضا، لا زال الكلام في الخطوة التاسعة أيضا فيها ألف وباء وجيم. باء واقرأ أيضا تأويل رؤيا الملك. قال تعالى: قال تزرعون سبع سنين الدأب فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لكنك لو قرأت رؤيا النبي صلى الله عليه وآله المزعومة طبعا مع خطورة ما ترتب على هذه الرواية، يقتل الناس بسبب هذه الرواية، بسبب الشاب الأمرد الجعد القطاط، يقتل الناس، يكفر الناس، تزهق الأرواح، ما هذه الرواية وما هذا الأثر الخطير المترتب عليها مع رؤيا صاحب يوسف أو رؤيا الملك؟ هناك ذكر التأويل وهنا لم يأتي بتأويل، تركت القضية مبهمة. هل يعقل هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن هوى؟ إذن جيم أقول: لكنك لو قرأت رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المزعومة رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط، رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء، فإنك لا تجد لها تأويلا، وبكل تأكيد إنك لا تجد تأويلا لها، لأنها لا تحتاج للتأويل، لأنه رأى ربه ولم ير غير ربه. ولكن لو أضيفت إلى تلك المعضلات معضلة احتمال وإمكان تشبه وتمثل بعض المخلوقات بالرب، فماذا سيفعل التلمية وماذا سيقولون وكيف سيكون تأويلهم المزعوم؟ وسيأتي كلام عن التمثل والتشبه بالرب وتعالى الله عما يقولون من تشبيه وتجسيم. الخطوة العاشرة فيها أليف وباء وجيم ودال وهاء. أقول الخطوة العاشرة: لا تستغرب بل توقع جدا أن يقوم التيمية بالتأويل لرؤى الرب، لكنهم سيقعون في محذورات وفخاخ شيطانية أكثر مما يتوقعون. أليف: إنهم سيحتاجون إلى تأليف قواميس وكتب لرؤى الرب، وستتضمن عبارة مكررة دائما وهي: من رأى ربه مقاد كذا وكذا وكذا فتأويله كذا. باء: يتضاعف عدد القواميس والكتب بلحاظ مستويات الإيمان والاستقامة والكفر والنفاق والانحراف. وإذا علمنا أن الطريق إلى الله بعدد أنفاس العباد فإن مستويات الإيمان ستكون كثيرة جدا، إلى المستوى الذي يعجز التيمية وغير التيمية على عدها وحصرها. جيم: يتضاعف العدد مرة أخرى بلحاظ أصناف وأفراد الآلهة التي يتخذها الناس ويعبدونها باعتبارها الرب وقد تجلى وتصور وتمثل بها. وأستغفر الله ربي وأتوب إليه وتعالى الله عما يقولون. دال: عليهم أن يذكروا لنا الشروط والضوابط التي نستطيع من خلالها التمييز بين الرب الأصلي وبين الأرباب المزيفة التي ستتمثل وتتشبه بالأصلي. هاء: لا بد من تأليف وإصدار الكتب المصورة وما يسمى بألبومات وألبومات الصور التي تتضمن صور الرب الأصلي وكل الصور والتجليات التي ممكن أن نراها. إذن أن نراها هذه كلها وأين تسجل وأين تكون؟ في هذه الكتب وفي هذه الألبومات. إذن لا بد من تأليف وإصدار الكتب المصورة وألبومات الصور التي تتضمن صور الرب الأصلي وتتضمن كل الصور والتجليات التي ممكن أن نراها كي نميزها عن باقي صور وتجليات الأرباب المزيفين. ويكون الكرم والفضل منهم من التيمية لو أصدروا لنا فيديويات عن رؤى الرب، لاحظ إضافة للصور نحتاج إلى فيديويات،
ويكون الكرم والفضل منهم من التيمية لو أصدروا لنا فيديوهات عن رأى الرب، ولو كانت HD أو 3D كما يسمى بالمصطلح، ولو كانت HD أو 3D حتى تكون التأويلات والنتائج يقينية، طبعا يكون الفضل أكثر والكرم أكبر. وقل ويعتبرون أنفسهم موحدين وحاملي راية التوحيد، فالتوحيد التلمي أكبر أسطورة وخرافة في تاريخ البشرية وتاريخ الوحوش والبهائم وتاريخ الجن وباقي المخلوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمام الموحدين عن أخيه الصادق الأمين عليهما أفضل الصلاة والسلام والتكريم وأفضل الصلوات والسلام والتكريم، قال بسم الله الرحمن الرحيم: ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. كل معروف بنفسه مصنوع، وكل قائم في سواه معلول، فاعل لا باضطراب آلة، مقدر لا بجلب فكرة، غني لا باستفادة. بمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له، بمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له. ضاد النور بالظلمة، والوضوح بالبهمة، والجمود بالبلل، والحرورة بالصرد. مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرب بين متباعداتها، مفرق بين متدانياتها. لا يشمل بحد ولا يحسب بعد، وإنما تحد الأدوات أنفسها، وتشير الآلات إلى نظائرها. لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه، ولا يتغير بحال، ولا يتبدل في الأحوال، ولا تبليه الليالي والأيام، ولا يغيره الضياء والظلام، ولا يوصف بشيء من الأجزاء، ولا بالجوارح والأعضاء، ولا بعرض من الأعراض، ولا بالغيرية والأبعاد. أسطورة 14، أسطورة 14: قد صدق إبراهيم الرؤيا. فهل صدق التيمية الرؤيا؟ قد صدق إبراهيم الرؤيا، فهل صدق التيمية الرؤيا؟ أقول فيها أليف وباء وجيم. أليف: رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه، وعلم وتيقن أنها رؤيا صادقة وأنها وحي، فهي رؤيا نبي رسول عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، فصدق الرؤيا وامتثل لما جاء فيها، فأخذ ابنه وتله للجبين لتنفيذ حكم الله وأمره في الذبح. قال الحكيم العليم: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. في سورة الصافات. باء: يدعي مارقة التكفير أن نبيهم رأى ربه الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط في روضة خضراء يتحلى بالذهب واللؤلؤ، وله وجه ورأس وشعر، وعنده رجلان وقدمان، ويلبس النعلان.
قالوا رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جاعد قطط في روضة خضراء، شاب أمرد من دونه ستر من لؤلؤ، رجليه أو رجلاه في خضرة، قدميه نقاط طبعا قلنا رجليه في خضرة، قدميه في خضرة، عليه حلة خضراء، شاب موقر في خضر، عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب، شاب موفر في خضر على فراش من ذهب، في رجليه نعلان من ذهب، شاب ذي وفرة قدماه في الخضرة. فهذه رؤيا صادقة رآها نبيهم فهي وحي، فأين تصديقهم الرؤيا؟ ففي أي روضة خضراء التقى نبيهم بربه في اليقظة ورآه كما رأى في المنام، شاب أمرد له وفرة جاعت قطاط، إلى آخره. جيم، اعلم يقين أن تيمية لا إشكال عنده، لا عند التيمية ولا عند أتباع التيمية، اعلم يقينا أن تيمية لا إشكال عندهم هو وهم، ولا اعتراف أبدا على كون الرب شاب أمرد له وفرة جاعت قطاط وإلى آخره، بدليل أنهم يعطون لربهم أضعاف هذه الصفات والأجزاء الهزلية الخرافية في الآخرة. سيأتي الكلام عن هذا، ماذا سيقولون عن الرب في الآخرة؟ لماذا الآن كما بالمصطلح يستعمل نقول شكوا خاصين نفسهم على أنه شاهد الرب، شاف الرب لو ما شافه، شافه باليقظة لو ما شافه باليقظة، على قولنا شلك بهذه السالفة، إذا أنت بالآخرة معطيه كل الصفات، كل الهزليات، كل الخرافيات، كل البهلوانيات، سيأتي الكلام عن هذا. فأي رفض وأي كلام عن رؤية الرب في اليقظة وعدم رؤية الرب في اليقظة، اضحكوا على أنفسكم بهذا، لا يوجد أي مبرر. ستقرؤون، اقرأوا وستعلمون إذا بقيت الحياة، وذكرنا لكم ماذا يقولون عن الرب في الآخرة، ما هي المهازل، ما هي البهلوانيات، ما هي الخرافات، ما هي الصفات التي تنسب إلى الرب، ما هي الصفات الهزلية الهزيلة التافهة البالية التي تنسب إلى الرب، ستعرفون هذا. إذن لماذا هم فعلوا هذا؟ لماذا يصعدون بهذا الأمر؟ لماذا يخفون كثير من الكتب والمخطوطات عندهم لا تظهر للعوام؟ لأن فيها الخزي والعار، يقولون أهل التوحيد. لماذا أقول بدليل أنهم يعطون لربهم أضعاف هذه الصفات والأجزاء الهزلية الخرافية في الآخرة، لكن اعتراضهم فقط أن تكون الرؤيا في الدنيا في اليقظة، هذا فقط وفقط وفقط. لماذا؟ الله العالم. لكن حسب ما بحثت فلم أجد مبررا لذلك إلا التكفير والذبح والتعطش لسفك الدماء، لأنهم لو أقروا بالرؤيا في الدنيا في اليقظة فينتفي المبرر عندهم في تكفير اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم من ملل ونحل، إضافة للمسلمين وأهل القبلة والقبورية كما يسمونهم، وأهل القبلة والقبورية ممن ينزه الله تعالى عن خزعبلات حشوية مارقة التيمية. ما هو المبرر لقتل هؤلاء؟ لابد من وضع هذه سياسة، لابد من وضع السبب لتكفير الآخرين، لإباحة دماء الآخرين، لحشد الناس ورص الناس، لحكومات وسلطات الظالمين. لابد من اختراع العدو، لابد من افتراض العدو، لابد من تصور العدو، لابد من وضع العدو حتى يسكت الناس على الفساد والمفاسد. والغريب جدا أن كلمات وعبارات شيخهم ابن تيمية واضحة في تبنيه رؤيا الرب في اليقظة، وقد تبنى هذا وصرح به في أكثر من مورد، وقد أشرنا إلى بعضها سابقا وسنشير لغيرها خلال البحث بعون الله تعالى، إضافة إلى تبنيه ذلك وبإصرار كما في العديد من الموارد المنسوبة لابن تيمية، لكنها بقيت مخطوطات أو طبعت على، يعني طبعت نضدت وطبعت، أو هي طبعت عدة نسخ يتداولونها بينهم دون طباعتها ونشرها لعموم المسلمين. أقول إضافة إلى تبنيه ذلك وبإصرار
كما في العديد من الموارد المنسوبة لابن تيمية، لكنها بقيت مخطوطات محدودة يتداولونها بينهم دون طباعتها ونشرها لعموم المسلمين، خوفا من ردود فعل المسلمين ضدهم وضد أفكارهم الخرافية الأسطورية، وسنشير إلى بعضها خلال البحث بعون الله تعالى. أسطورة 15، أسطورة 15. لقد صدق الله رسوله الرؤيا فهل صدق الأمرد شيخه؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا فهل صدق الأمرد شيخه؟ فيها أليف وباء وجيم ودال. لقد أليف، لقد صدق الله تعالى رسوله الرؤيا في دخول المسجد الحرام، فدخل رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والتسليم المسجد الحرام وكما رأى في الرؤيا. قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا كما في سورة الفتح. باء، في المنام لقد رأى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المشركين قليلا، وعند الالتقاء للقتال صدقه وصدقه الله، صدقه الله تعالى فرأى المشركين قليلا كما رآه قليلا في المنام. قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، لاحظ إذ يريكهم الله في منامك قليلا، وهنا يقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. التفت كيف هذا هو التصديق للرؤيا، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أنه عليم ذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور كما في سورة الأنفال. جيم، وقد صدق الله رسوله الرؤيا الفتنة وتسلق أئمة المارقة، وقد صدق الله رسوله الرؤيا الفتنة وتسلق أئمة المارقة ونزوهم على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزو القرود أي صدق نزوهم على منبر رسول الله، نزو القرود وطغيانهم طغيانا كبيرا أو وطغيانهم طغيانا كبيرا. وقد صدق الله رسوله الرؤيا الفتنة وتسلق أئمة المارقة ونزوهم على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزو القرود وطغيانهم طغيانا كبيرا. قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا في سورة الإسراء. دال، فهل صدق رب الخوارج المارقة الأمرد الرؤيا لرسوله؟ فصدق رب الخوارج المارقة الأمرد، هل صدق الرؤيا لرسوله وشيخه الداعش التكفيري فأراهم واقعا خارجا الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط في روضة خضراء من دونه ستر من لؤلؤ، رجلاه في خضرة قدماه في خضرة عليه حلة خضراء، شاب موقر في خضر عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب، شاب موفر في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب، شاب ذي وفرة قدماه في الخضرة، هل صدق هذا؟ هل صدق بعض هذا؟ اسألوا عن هذا الأمر. أسطورة 16، أسطورة 16، رؤيا الأنبياء وحيهم
فهل أوحى الشاب القطط لرسوله؟ رؤيا الأنبياء وحي. فهل أوحى الشاب القطط لرسوله؟ أقول ثبت في الصحيح أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي. ثبت في الصحيح أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي، وفي بعضها ورد فيها ذكر خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فلماذا لم يخبرنا الموحدون الأسطوريون عما أوحاه الرب الشاب الأمرد لرسوله الذي رآه في المنام؟ فهل يوجد وحي غير التصديق للرؤيا بأن الرب شاب أمرد وفرة جعد قطط في خضرة عليه نعلان من ذهب عليه حلة من لؤلؤ؟ فهل يوجد غير هذا الوحي نقله أو ينقله لنا التكفيريون حتى نكون على علم وبينه؟ فهل يوجد وحي غير التصديق للرؤيا بأن الرب شاب أمرد وفرة جعد قطط في خضرة عليه نعلان من ذهب عليه حلة من لؤلؤ؟ فهل يوجد غير هذا الوحي نقله أو ينقله لنا التكفيريون حتى نكون على علم وبينه؟ عندي أولا وثانيا وثالثا. في تفسير الطبري سورة يوسف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال ابن عباس: كانت رؤيا الأنبياء وحيا، كانت رؤيا الأنبياء وحيا. ثانيا البخاري كتاب الوضوء، البخاري الوضوء، وفي البخاري الأذان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول: فتوضأ وضوءا خفيفا ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: سمعت عبيدة ابن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. ثالثا مسلم الإيمان، مسلم كتاب الإيمان، والبخاري بدء الوحي، والبخاري التعبير عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. أول ما بدأ به من الوحي ما هو؟ الرؤيا الصادقة، أو في رواية ثانية الرؤيا الصالحة في النوم. أسطورة 17، أسطورة 17: لا ينام قلبه. فهل الأمرد علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ لا ينام قلبه. فهل الأمرد علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ أقول: رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين تنام عينه لكن لا ينام قلبه أبدا، فما شاهده فقد شاهده بقلبه بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فإذا قال: شاهدت ربي شابا جعدا أمرد، فقد شاهده كذلك يقينا، وإلا فتسقط كل روايات تنام عينه ولا ينام قلبه حتى من مسلم والبخاري، أو يضطرون للتأويل وحسب أهوائهم ومشتهياتهم في الوقت الذي يكفرون من يقول ويلتجئ للتأويل ويبيحون دمه وعرضه وماله، وكما يفعلون الآن من إرهاب وتفجيرات وقتل تحت عناوين التكفير والارتداد والتأويل والتصوف والرفض وغيرها من عناوين وافتراءات باطلة. في البخاري المناقب عن أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسجد الكعبة: جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم، هؤلاء النفر 3، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم الثالث:
قال خذوا خيرهم، فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه. والنبي حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، أي قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نائلة عيناه ولا ينام قلبه. والنبي لا زال الكلام في البخاري عن أنس، يقول أنس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. ثانيا البخاري المناقب عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت أي عائشة يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. ثالثا البخاري الأذان والبخاري الوضوء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، أي نفخ من فمه وظهر صوت نفسه، يعني غطى في النوم، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يؤذيه بالصلاة، فقام صلى الله عليه وآله وسلم معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. فقط يعني إشارة الآن أتت في بالي، هل أن من نواقض الوضوء نوم القلب أو عنوان النوم؟ فقط سؤال، لسنا الآن في مقام التحقيق والتدقيق والبحث والاستدلال. هنا نام يسلم بأنه نام لكن قلبه لم ينم، يقول اضطجع فنام حتى نفخ، أليس النوم من نواقض الوضوء؟ من حق إنسان يأتي به ما يراه من تأويل أو تفسير أو استدلال له شأنه، لكن أيضا يعني نرجو من المقابل ألا يستخف بالآخرين ولا يكفر الآخرين. يعني لو أتى أحد المفسرين، أحد العارفين، أحد القائلين من الصوفية أو من الشيعة، من بعض الشيعة طبعا ومن بعض الصوفية، أو من كل الصوفية ومن كل الشيعة، أو من بعض هؤلاء وكل هؤلاء، أو كل هؤلاء وبعض هؤلاء، عندما يأتي إلى هذه الرواية ويستدل بهذه الرواية أن التطهير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت سلام الله عليهم هو تطهير تكويني تام، لا يحتاجون سلام الله عليهم إلى وضوء، لا يحتاجون إلى طهارة، وما قاموا به من تطهر من طهارة خارجية ظاهرية هو لتعليم الآخرين، مراعاة لعقول الناس، لاستيعاب الناس، لقلوب الناس، لإيمان الناس، فهو أيضا كاحتمال وأطروحة، لماذا يكفر من يقول بهذا؟ كاحتمال أنا لا أعرف هل يستفاد من هذا، لكن ممكن الاستفادة من هذا النص لمن يقول بالطهارة التامة للنبي وأهل بيته سلام الله عليهم حسب النص القرآني. إذن نكمل، يقول ثم قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه،
قال عمرو سمعت عبيدة ابن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قال إني أرى في المنام أني أذبحك. رابعا مسلم صلاة المسافر. حدثنا سفيان عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فتوضأ من شم معلق وضوءا خفيفا، فقمت أي ابن عباس فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وآله خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. خامسا البخاري الوضوء. حدثنا سفيان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن ابن عباس إلى أن يقول فلما كان في بعض عن ابن عباس فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ثم صلى ما شاء ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.